كانت فيديو جديدة. اليوم جيت لكم بواحد الوصفة مهمة بزاف للبشرة ديالنا، وخطوة مهمة كذلك بزاف قبل البشرة، قبل المكياج ديالنا، فهي تقشير ديال البشرة، ولكن التقشير الصحيح والتقشير من العمق. فاليوم جبت لكم واحد الكوماج، البنات الا جربتوه غادي يعجبكم لانه خطير بزاف، فوائده بزاف، فيه مكونات كثيرة، كينقي وكيصفي وكيعطينا دارة البشرة. البنات تكونوا على يقين، بشرة نضرة نضرة من العمق. فالمكونات اللي غادي نحتاجو ليه مكونات بسيطة كاينين في ديورنا، وكذلك كيليق البشرة الحساسة والبشرة الدهنية. غنوريكم الطرق بجوج كيفاش يستعملوه، بالنسبة للبشرة الجافة وبالنسبة للبشرة الدهنية. فأنا بشرتي جافة شوية، دونك كنستعملو بهذه الطريقة. بالنسبه للبشره الدهنيه غنقول لكم الطريقه كيفاش غيخصهم يستعملوه. فغادي نحتاجوا زيت جوز الهند، انا هنا كنستعمل هيمالي، ممكن تستعملوا اي زيت جوز الهند عندكم، لوي دو كوكو اللي عندكم وكتثقوا فيه بالحق يكون 100% طبيعي، ما يكونوش فيه بزاف ديال لي كومبوزون. هنا محتاجين الشوفان، واحد المعلقه، معلقه ديال الرز، انا كنستعمل داك الرقيق فكيجي ساهل في الطحن. هنا عندي البن، القهوه، هنايا محتاجه الكوك حتى هو طحناه رقيق شويه، وهنايا عندي الروز باردون سنيده، وسنيده رقيقه. ممكن تستعملوا السكر الاسمر، ففوائده زوينه بزاف، وحيت هو اكثر طبيعيه الا عندكم، الا ما عندكمش فاستعملوا بحال هذا الرقيق اللي انا استعملت. الوصفه انا ديجا قديتها لان هادو كاملهم مطحونين، كتخلطوهم مع بعضياتهم وخلاص. انا ديجا صايبتها، فوالا تجي بحال هكذا، نوريها لكم البنات. فوالا انا دايره هنايا، دايره منها انفري ستوك حطاها. ف كتاخذوا معلقه من زيت جوز الهند وكتخلطوها مع معلقه من هذا الخليط هذا. فيا ريت انكم الا بغيتوا تخلطوا هذه المكونات هادو، فما تخلطوهمش بمعلقه ديال الحديد او الاينوكس، من الاحسن انكم تخلطوهم بملعقه خشبيه او من ملعقه من البلاستيك، اوكي. بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره جافه كيخلطوها كي قلت لكم بهذه الطريقه هذه، كيخلطوها ب ب ب, 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 ب زيت ديال الكوكو. اما الناس اللي عندهم البشره دهنيه فزيت الكوكو اكيد غيعاود يزيدو محبوب، فما كاينش علاش، فيخلطوها بالعسل الحر، اوكي البنات، بالعسل الحر. خذوا معلقه من هذا الخليط هذا ياك البنات، وخلطوه بالعسل الحر. فكونوا على يقين ان تكون عندكم واحد البشره نقيه مقوميه مزيان ورطبه من داك الشرفه، فجربوها. كنتسناكم تردوا عليا الخبر. انا هنايا بالزربه غادي نقومي بها شويه لابو ديالي قدامكم باش تشوفوا. دونك البنات في القماش دائما هكذا نديرو حركات دائريه من الاحسن، اوكي البنات. من هنا لديك الوقيته خليت لكم راحه البال، فيديو جديده ان شاء الله. بسلام عليكم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه، جميع الحقوق محفوظه لدى قناه.